بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مثل ما احنا شايفين سامسونج جي 4 بلس بي 415 اف. طبعا الجهاز مقفل على جوجل اكاونت. هذا هو جهاز مقفل معنا على جوجل اكاونت. طبعا لحتى نفك الجوجل اكاونت في طريقتين، اما عن طريق دونجل الزد 3 اكس او عن طريق ال اي اف تي. طبعا في عندي برنامج راح اجرب عليه انا اسمه سامسونج اف ار بي، هذا هو مثل ما احنا شايفين. تمام، حنضغط على، طبعا اول ما اشبك انا الجهاز يعطيني مكانه، هذا هو اعمل انا ريموف اف ار بي. انا صراحه اول مره اجرب الجهاز. جو تو امرجنسي ديلر. تمام، ارجع للصفحه الرئيسيه او البدايه، نعمل امرجنسي كول. انا اكبر الصوره عشان نشوفها. نجمه مربع صفر نجمة مربع. تمام، فتح معنا. الآن اضغط أنا أوكي. طبعا الطريقة إذا كان أيوه نعمل allow أوكي. لازم يرصد الجهاز. تمام. طبعا الطريقه تنفع في الزد 3 اكس والاي اف تي، لكن في حال ما عندي انا البرنامجين دونجل الاي اف تي مدفوع والبوكس الزد 3 اكس كمان يعني مدفوع بمبلغ لازم يندفع، فالبرنامج مجاني. انتظر الجهاز يفتح. طبعا بعد ما يفتح الجهاز الافضل اني انا اعمل له فاكتوري ريسيت، إعادة ضبط المصنع من الإعدادات نفسها. أنتظر بس الجهاز يفتح. طبعا أحيانا يفتح الجهاز يصير فيه خربطة، يصير يلمس لوحده ويفصل ويوصل ويفصل والشبكة تروح وتجي تروح وتجي. فالأفضل نفوت نعمل إعادة ضبط للإعدادات إما عن طريق ضغطة الباور والهوم، والأفضل إني أنا الآن بعد التخطي. طبعا الجهاز خلاص فتح أكيد ما في أي مشاكل، بس الأفضل الآن أنا أعمل الجهاز أوف، أطفي الجهاز. تمام، وحضغط باور مع رفع الصوت بس يطفى. تمام، رفع الصوت وباور، ارفع الباور وخلي رفع الصوت. تمام، ننزل على خيار ال ويب داتا فاكتوري ريسيت. تمام، نعمل يس. خلاص الجهاز الان يتفرمت. حننتظر الجهاز لما يخلص. تمام، هاي الجهاز فتح. هنعمل نيكست. تمام، نيكست او انه نعمل عربي كيب يعني هروب، ولا خلاص متى ما اعطاني سكيب عند الواي فاي فاذا سليم ان شاء الله.
تمام هذا سكيب. فخلص الجهاز شفنا طريقة تخطي الإيميل عن طريق برنامج مجاني لا Z3X ولا دونجل EFT. هذا الجهاز فتح. طبعا هالطريقة تنفع لجميع أجهزة السامسونج. تحياتي للجميع، أنا أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.